بالعادة لما تروح تزور ناس ضيفوك قهوة وشاي أول إشي، هاي قهوة أهلا وسهلا. ولكن لما تيجي على مناطق الأغوار وخصوصاً بشهر 11 أكيد ما رح تشرب قهوة وشاي، رح تشرب شو؟ عصير برتقال. نعم، عصير برتقال معصور ومبرد وفريش وروعة. عمر، وإحنا عم نشرب البردقان، سألتك هاي حبة البردقان هيك كانت على الطاولة، قلت لك نعم. هاي إيش هاي شو بتسميها؟ قلت لي هاي نخب أول. نعم. تطلع عندك بالأرض، قلت لي بس أنا ببيعها. نعم. ليه بتبيع النخب الأول؟ نعم، طبعاً النخب الأول إحنا السوق الأردني برغبه لأنه بسموه برتقال طاولة، فهذا سعره بيختلف عن النخب الثاني. فنحن بعد كذا سنة من الشغل قلنا حرام نيجي نعصر البردقان يمين وشمال مع بعض، لا، بنصير ننقي منه النخب الأول بنبيعه للسوق وبنستفيد من النخب الثاني بدل ما يروح بسعر تعبان بالسوق، يعني ما بيكون هالسعر مثل الأول. فهذا اللي صار عندنا، فصرنا نشتغل كثير على النخب الأول بالمزرعة، نطلع تقريبا 75% من المزرعة، وإن شاء الله عم نتعلم كمان شغلات تقنيات جديدة عشان نطلع أكثر نوصل 90%. ونشتري من حوالين جيراننا اللي يعني طبعا كمان في مزارعين كثير شاطرين اللي حوالينا بيطلع عندهم، فبناخذ النخب الثاني تبع الجيران بس تبع البرتقال المنطقه هاي، لانه هذا طبعا برتقال الغور بشكل عام مميز، بس البرتقال عندنا هون له طعم خاص في منطقه الشيخ حسين، فهذا اللي عم بيصير. فانت بتبيعه مشان تشتري برتقال من نفس المنطقه مشان يضله نفس ما يختلف الطعم عليك 100% طعم العصير. صحيح. طبعا عندي 300 دنم موجودين الحمد لله، انا طبعا استلمت المشروع من والدي كان معطيني انا 100 دنم والوالده طبعا، فطورت انا واشتغلت والى اخره ولحد ما انضميت واشتريت من هون من الناس اللي كانت تسافر وتطلع وتيجي او تخلص من هالمهنه، اشتريت منهم وكملت كله، طبعا ما اشتريت الا اللي ملاصق لارضي. هلا احنا رح نمشي بالمزرعه واسالك عن بشوف اشياء هيك كبيره، اشي صغير، اشي مجعور، اشي هنا. بس قبل ما نمشي بالمزرعه واقفه على بركه سمك. نعم. شو خلاك تدخل بمشاريع السمك كمان؟ والله شوفي سالي يعني نوعا ما انا في عندي فكره، بحب استغل كل سنتيمتر بالارض. السمك البركه نازله على الري، فشفت في صار في زراعه السمك ازدادت بالغور، صرت اروح عند فلان واللي جابوا المشاريع الاصليه هن، فاعطونا التقنيه ما قصروا، علمونا كيف نساوي، بس مش بشكل بروفيشنال كامل يعني، بس ناخذ موسم كويس يعني يعني بنطلع لنا شويه مصاريف زياده للمزرعه. شويه قديش هدول؟ كم سمكه عندك؟ بتعرف قديش عندك ولا؟ نوعا ما بنقدر نعرف لانه جربنا، صرنا قاطعين منها مرتين. فعندنا مثلا هاي السمكه البركه بتقطع لها حوالي 10 طن سمك. ما شاء الله. نعم. وعندك كم بركه؟ عندي 4. يلا خلينا بالطريق نتفرج عليهم. يلا يلا. الآن لمون مع بعض ولا كل منطقة بتزرعها شيء؟ طبعاً هو بنزرع مفروض كله مع بعضه يعني صنف واحد، هي اجتهادات طبعاً، بس أنا مثل ما تقولي استلمت المزرعة ورثة، في إشي كان أمر واقع، في إشي أنا عدلت عليه، ومفروض الواحد يخلط شوي بشان تلقيح الأشجار، بس هو الأفضل إنه يكون نفس النوعية مع بعض. بس هلا انا عندي كثير اشياء قريبه بس مخلطه نوعا ما، في عندي شويه تخليط. طيب تقدر تقول الموسم السنه منيح؟ هاي ما شاء الله. هذه ايش؟ هذه برتقال بلدي، يعني بين فرنساوي بنسميه بلدي او دم الزغلول. هذا عصير. هذا العصائر. نعم. امتى بتقول الموسم منيح وامتى بتقول الموسم مش منيح؟ شوفي السنه الحمد لله بنقول قبل كل شيء انه الموسم يعني مش منيح كثير، مع انه المي منيحه السنه الماضيه، مي ممتازه وكله، بس في شكوى كبيره عند كل المزارعين الحمضيات السنه، في خف كتير بالحمل. الأسباب لحد الآن ما حدا عارف شو هي السبب، هو المطر المتأخر، هو يعني شغلة غريبة، كان في مطر كتير ومي ريك ما شاء الله كانت ممتازة، يعني سلطة وادي الأردن زودتنا بمياه بدون أي نقصان، بس الأحمال سبحان الله، الأحمال مثل ما قالوا والأسعار بيد الله،
فالحمد لله، بس ان شاء الله بتعدى الموسم. بس فعلا لذلك الامر السعر ارتفع كثير السنه، سعر الحمضيات. نعم كثير زياده. يعني هلا بروح بشتري بلاقي فرق، يعني لو بحسب بلاقي فرق. فوق الضعفين. لما بيكون البردقانة لونين هيك هون جاي عليها شمس أكثر يمكن؟ نوعا ما. نعم منيحة؟ مش بطالة، مقبولة، بس هو الأمطار يعني ما أجت لسه السنة، هو دائما المطر هو اللي بيستوي الحمضيات بعكس أي شيء تاني، الشمس دائما بتستوي أي فواكه تانية، الحمضيات سبحان الله من المطر، فمن الشمس بتصوفر شوية. بس إذا مع أول شتوى إن شاء الله كل الأمور بتعدل. لأمتى بيضلوا البردقان على الشجر؟ بضل في عنا، احنا عنا نوعيات طبعا في كل يعني خلال 6 شهور، يعني هو بضل 6 شهور بس النوعيه مش كلها، مثلا في شيء بيخلص موسمه بشهر 1، شيء بشهر 2، الليمون بيخلص بالغور بشهر 3 يعني ماكسيموم. بس في عنا نوعيه الفالنسيا، هاي بتضل يعني حسب المزارع وهذا، يعني اقصى حد بيقدر يخليها عنده لشهر 6 هالايام. احنا ماشيين في قطعه ارضك بمزرعه عمر خربانه، وواحده ثانيه كمان لقدام شفناها، فسالت عمر وكان عندك ملاحظه كثير مهمه. صحيح، احنا طبعا كما تعلمي انه احنا هون على ضفاف نهر الاردن، وهذا يعني صلنا 70 سنه بنزرع ما في اي مشاكل، بس السنه على غير المعتاد هي من الامطار، هي صار في انسداد بالنهر من منطقه اماميه شوي عندنا من حوالي 3 كيلومتر لتحت المزرعة، فاض النهر، فالنهر بلش يرتفع بالصيف وإلى آخره، وصار يفوت الووتر تيبل مثل ما قالوا، الطبقة المائية ارتفعت، ففعلا هذا أنتج عن موت الشجر، لأنه الشجر بالصيف لما يأخذ مية زيادة من تحت يصيبه تسمغ وبيموت. فهذا مش بس أنا اللي عم بعاني منها، في حرام في ناس عندهم هي الحيلة والفتيلة هي مزرعتهم راحت كلها، كثير راح، في مزارعين قدام وعم بحاولوا، بس ان شاء الله السلطه ما عم بتاثر، يعني عم بتحاول تساعدنا اللي تفتح مجرى المياه، بس بنقول كل ما هنالك بنقول لهم يا ريت انه يستعجلوا بالموضوع هذا عشان قبل الشتاء نعرف حالنا، قبل الشتاء او عشان اذا راح يضل الموضوع هيك نعرف شو نساوي، شو نزرع ما نزرع. بهالحاله هاي شو بتعمل هلا؟ الحمد لله لو العوض بوجه الكريم، قلنا الله ما في مشكله، بدنا يا انه بنضل عم نفس الموضوع، يا انه بدنا يعني اللي بس بدك امكانيات، مش كل المزارعين عندها امكانيه تجيب جرافه وتراب وتعلي الامور هاي. انا عم بفكر علي بصراحه ارفع لهذا على اساس اخلص من هالمشكله على طول. شو بتجيب تربه جديده يعني تراب؟ بدي اجيب تراب جديد من نفس الشوارع اللي عندي بشيل، بس ترجع السنه الجايه تطلع علينا شريعه بتجيب تراب مكانها، ففي عندنا تقنيه بنساويها. سؤال هيك شخصي. نعم تفضلي. بترشح؟ ابدا. معقول يعني من الفيتامين سي ما اللي بتشربه كل يوم؟ اكيد. قد ايه صار لك تشربه؟ صار لي بدون انقطاع بدون مبالغه اللي بتذكرهم من جدد كمان نعطيك 20 سنه يومي، كل يوم الصبح لتر. تشرب لتر؟ لتر. نعم ما شاء الله لتر يومي. جريب فروت، بردقان، جريب فروت، برتقال وليمون، عندي اياهم كل يوم صبح احسب 1000 دينار. هذول
الحمد لله. استفتاحيه ألف نعم. ليره حلوين. صحه بالدنيا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيهم الصحه والعافيه جميعا يا رب. امين. قول يعني بردقان هلا؟ نعم هذا. هلا وقت غدا؟ هذا البردقان فاتح للشهية طبعا بالنسبة إلك؟ نعم وعلميا. وبردقان مع هالأكلات الزاكية كيف بدها تزبط؟ يعني تزبط؟ هذا إشي بسيط جدا يعني حضرته ما حضر الواجب. زاكي عصرة اليوم؟ نعم. أسلم ودياتك. فريش ديلي. فريش. الحمد لله. يطرح لك البركة في البردقانات والبوماليات والحمضيات كلها. شكرا كثير. وشكرا لك. ولو يعني بردقان وزرب مش عارفة كيف رح تزبط بدها تزبط. إن شاء الله تزبط. تزبط. يلا.